مرة تانية برحب بحضراتكم معانا زي ما اتكلمنا امبارح وما زلنا بنتكلم النهارده، وحضراتكم اكيد ملاحظين وشايفين وعارفين ان في للاسف نسبة في تزايد حالات كورونا، وفي برضه نسبة للاسف برضه في حالات الوفاة. هل مصر دخلت الموجة الثالثة؟ هل وصل لينا الفيروس المتحور اللي بيتكلموا عنه في الهند واللي بيقال حتى الان ان هو وصل ل 17 او يمكن كمان 20 دولة؟ أهمية اللقاح، هل اللقاح بيقي فعلا من الإصابة بفيروس كورونا؟ كلها أسئلة الحقيقة بتتبادر إلى أذهاننا كلنا، وكلنا عايزين نطمن على نفسنا ونطمن على اللي حوالينا، وعايزين كمان نقوم بدورنا تجاه نفسنا وتجاه اللي حوالينا وتجاه بلدنا، بما إن بلدنا موفرة هذا اللقاح. ولكن للأسف، وأنا بقول للأسف، إن نسبة الإقبال من المواطنين ما هياش النسبة اللي إحنا بنتمناها. أهمية هذا اللقاح والاختلاف في الأنواع، وهل كلنا نقدر ناخد أي نوع، وهل في مضاعفات، الحاجات دي كلها أسئلة كتيرة جدا كلنا عايزين ان احنا نعرفها ونتكلم فيها اكتر مع حضراتكم علشان نطمن اكتر. ضيفنا النهاردة هو الأستاذ الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد ومدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس للعزل في العبور. دكتور مساء الخير، وكل سنة حضرتك طيب. مساء النور، اهلا بحضرتك وحبيب صحة السلامة يا فندم. انا شاكرة وجود حضرتك معانا النهاردة، لان زي ما حضرتك طبعا عارف واكيد اكتر مننا ان في نسبة إصابة للأسف بتتزايد في الأيام القليلة الماضية. أول حاجة عايزين نعرفها الفيروس المتحور اللي احنا عاملين نسمع عنه بقالنا أكتر من يوم طبعا، للوضع الكارثي للأسف المحزن اللي في الهند، واللي سمعنا يمكن النهاردة إن هذا الفيروس المتحور وصل حوالي 17 دولة تانيين، فهل ممكن هو يوصل لنا وإيه الإجراءات اللي مصر واخدها إنه ما يوصلش لنا؟ مبدئيا اهلا وسهلا بحضرتك، والشرف ليا طبعا، وكل سنه وكل المشاهدين بخير بمناسبه الايام والاعياد اللي احنا فيها والايام الجميله دي. كل سنه حضرتك طيب. بالصحه والسلامه. هو طبعا احنا في يعني لا يخفى على الجميع ان احنا في ازدياد في الحالات، وان الحالات ان فعلا في حاجه اسمها موجه ثالثه، وتكاد تكون مختلفه شويه عن الموجه الاولانيه والثانيه اللي احنا شفناهم قبل كده. يعني الموجه الاولانيه كانت تقريبا في شهر 7، والثانيه كانت من نص 12 لنص 1، وبعديهم دايما بيبقى فيه انخفاض في الاعداد بالذات بعد الموجه الاولانيه. انما اللي حصل ان بعد الموجه الثانيه تقريبا لضمت في الموجه الثالثه، او نزلت الاعداد حاجه بسيطه، وبعدين الموجه الثالثه ابتدت تزيد. وزي ما حضرتك شايفه احنا بقالنا فتره في ازدياد من قبل رمضان وبرده لحد هذه اللحظه، ولكن ما هياش الحاجه المرعبه زي ما بنسمع طبعا في الهند والكلام ده. ما زال الموضوع تحت السيطرة، وما زلنا موجودين طبعا احنا طول النهار في المستشفيات بنحاول على قد ما نقدر ما نرجعش حد. انما في ملاحظات طبعا واضحة تماما ان هو في الشراسة نفسها بتاعت الفيروس، الباتش اللي حضرتك تحكي عليها اللي هي كانت موجودة في انجلترا وبعد كده قالوا موجودة في الهند، كل ده كلام طبعا لسه ما هوش دقيق جدا وكله تحت الدراسه لان الموضوع لسه جديد. وعندنا نفس الكلام، احنا زي العالم كله مش بعيد عنه. في دول دخلت في مراحل صعبه زي الهند وزي دول تانية، بس اكثرهم الهند يعني اللي فيها مشاكل قويه دلوقتي. الاجابه على سؤال حضرتك، هل وصل لعندنا؟ احنا لسه طبعا مش متاكدين. احنا اللي نقدر نتاكد منه ان في شراسه موجوده في الفيروس ده في الموجه الثالثه عن الموجه الاولى والثانيه. هل حضرتك ملاحظ او راصد اختلاف في الاعراض للحالات اللي حضرتك بتعالجها وبتشوفها؟ دي حقيقه، يعني على مدار السنه وشويه اللي فاتوا دول كان دايما بيختلف الفيروس وبيختلف يعني في كل موجه بيبقى في اعراض زياده، في النص كان في شويه اعراض اكتر، اعراض في الجهاز الهضمي، ودلوقتي الاعراض التنفسيه في الموجه الثالثه دي ديفنتلي هي الاكتر. في بعض من الناس لاحظوا ان في نوع من انواع الطفح او الجلدي والتهابات في العين، ده موجود. وبعدين المضاعفات هي اللي احنا اكتر، يعني احنا عشان احنا شغلنا اكتر في الرعايات الحالات الحرجه والرعايه المركزه، ومش بنشوف المضاعفات. حضرتك تقصد فيما بعد التعافي؟ في لا، انا اقصد في اثناء المرض. يعني هي المرض زي ما احنا عارفين هو اكتر من 80% من الناس بتخف، وبتخف وما بتحتاجش مستشفى، ودي حاجه يعني مبشره. كويس ان حضرتك بقى اتكلمت في النقطه دي. مين اللي بيحتاج انه يدخل المستشفى وليه؟ يعني اللي بيحتاج يخش المستشفى اللي هو يبتدي يحصل التهاب رئوي فيروسي ياثر على
نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين، وبالتالي يحصل له يبتدي يعني يحتاج أكسجين أو يحتاج إن هو يتحط على الأكسجين. ده المريض ده هو اللي لازم يروح مستشفى. طب يعني أنا دلوقتي لو عندي حد في البيت يعني معزول في البيت وبيتم علاجه في البيت، إيه الأعراض اللي أنا لو لاحظتها عليه أقول دلوقتي لازم نروح المستشفى لأن ما ينفعش نحن نكمل علاجه في البيت؟ بيختلف حسب السن وحسب الحالة الصحية بالزبط. الحالة الصحية وحسب احنا جايين منين بالظبط، يعني حسب هو مريض ايه وعنده ايه وصلنا فين وكان نسبة الاكسجين كام ونزلت لكام. يعني بتختلف from case to case، مفيش numbers مثلا اقول لك تحت ال 92 او تحت 90 او تحت 88 ده لازم مستشفى، مفيش رقم لان في factors كتير يعني بتخش في الموضوع. انما يعني لما نتكلم جنرالي كده او بصفه عامه يعني هو طبعا لو ابتدى العيان ظهر في الاشعاعات والتحاليل وجود التهاب رئوي فيروسي او ما نسمي اللي هو عاصفه مناعيه شديده، ودي بتحدث لان هو المرض مش مجرد فيروس بيعمل التهاب رئوي، لا هو الفيروس ده مشكلته ان هو بالتاثير او رياكشن بتاع الجسم اجانست او ضد هذا الفيروس بيبقى ساعات شديد شويه فبيعمل التهابات اكتر ويأثر اكتر على الرئه، وكان ده ممكن هندرسه كويس بعدين. احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنوثق شغلنا وبننشر حاجاتنا وبنحاول برضو احنا عندنا تمام، احنا بس برضو بنحاول ان احنا نساعد الناس لان زي ما حضرتك عارف في نسبه كبيره دلوقتي اللي هي بتحصل لهم الاصابه بيتم علاجهم في البيت مش بيحتاجوا ان هم يروحوا المستشفى العزل غير لو تطورت حالتهم طبعا علشان ما يحصلش التكدس ويبقى يعني يبقى في ناس كتيره في المستشفى وفي ناس اولى ان هم يتلقوا العلاج في المستشفيات. فعايزين نحاول نساعد برضو الناس اللي بيتم علاجهم في البيت علشان الحاله ما تتدهورش، او لو في حاله ان هي تقدمت برضو يعرفوا ازاي، يعني لازم يكون في مؤشرات بسيطه. مؤشرات هي يعني اولها حراره شديده، حرارة جديدة ممكن تيجي 3-4 أيام في الأول وبعدين بتروح، ده عند معظم الناس تمام. لو راحت كذا يوم وبعدين رجعت تاني في الأسبوع التاني وعليت برضو حرارة مع الحاجات العقاقير اللي بتنزل حرارة فضلت معلقة على 39 ولا 40 دي علامة تخوف، دي علامة إن إحنا عندنا التهابات. لو أعراض تنفسية شديدة ابتدت تظهر من كحة متواصلة، العيان المريض اللي موجود في البيت ده ما ابتدى مش قادر يكمل جملتين ثلاثة على بعض، ابتدى نسبة الأكسجين لو متوفر إن أنا أقدر أقيس نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين ابتدت تنزل تحت ال 92 وال 91. هل الجهاز اللي بيتحط في الصباع ده ممكن يعتمد عليه ولا هو ما هوش ما يبقاش دقيق؟ يعني إلى درجة معينة طبعًا. هو طبعًا ما هوش دقيق طبعًا زي الأجهزة اللي عندنا في المستشفيات طبعًا. ولكن بيديني صورة قريبة، بيبقى ليه فالسز أبس أند داونز، بس أنا أنصح طبعًا هو يكون موجود. لو ابتدت تظهر أعراض تنفسية أو حرارة معلقه ودخلنا في الاسبوع الثاني، لان هو الحقيقه المرض زي ما حضرتك قلتي في الموجه الاولانيه والثانيه التايم لاين بتاعه اختلف صحيح شويه. يعني التايم لاين بتاعه في الاول كان بيظهر حاجات وكنا ملاحظينها، دلوقتي كمان في اكسلريشن للموضوع اللي كان بيحصل زمان في الاسبوع الثاني ساعات دلوقتي بيحصل في الاسبوع الاول، واللي كان ما بنشوفوش بيحصل على مدار 5-6 ايام دلوقتي ساعات بيحصل في يوم. وفي بعض من الاصيبوا بفيروس كورونا في الموجه الاولى والثانيه اصيبوا به في الموجه الثالثه برضه باعراض مختلفه. دي حقيقه. وفي كذا حد تست بوزيتيف او ابتدى يظهر على ان هو يبقى يعني كذا مره بالبي سي ار او بالتحاليل بتاعته تظهر ان هو عنده كورونا مره واثنين وثلاثه، واعراض الاولانيه غير الثانيه. لان المناعه مهما كانت اللي بيديها العدوى او الفاكسين ليها وقت معين ولازم تتجدد سواء بالفاكسين او ممكن يجي. قبل ما نبتدي نتكلم مع حضرتك على الفاكسين، المناعه اللي الشخص بيكتسبها بعد اصابته بفيروس كورونا بتبقى فتره قد ايه؟ لان تضاربت الاقوال في الحته دي وما زالت مضاربه، يعني ما زالت ما اقدرش ادي حضرتك رقم معين اقول لك مثلا 6 اسابيع، هو من 6 ل 12 اسبوع ده الرقم المظبوط، بس ده جاب كبير قوي. بتفرق مثلا من مناعه كل شخص والتاني؟ وفي ناس وفي ناس قعدت مثلا بعد شهرين لقيت ما فيش عندهم خالص اجسام مضاده وهما كان عندهم كورونا، وبعدين بيختلف كمان حسب شده المرض. يعني زي ما بقول حضرتك 85% من الناس لا يحتاجوا تماما ان هم يروحوا مستشفى ومجرد دور برد شديد شويه، وده حتى لو في كبار السن، وده بيبقى الموضوع يعني ده حاجه مطمئنه للناس ان 85% تقريبا
ما بيروحوش مستشفى، انما بيتابعوا نفسهم في البيت ويتعزلوا. انما لازم يبقى في كات اوف، لان مشكلتنا احنا في المستشفيات اللي خلت الموجه دي شويه فيها يعني مضاعفات اكتر وفي مشاكل اكتر، ان الناس طمنت في الاول كان يعيا يجي لنا على طول، دلوقتي لا، بقى يقعد في البيت وياخد علاج ويتحط على اكسجين ويجيب دكاتره وخايف يروح المستشفى وخايف المستشفيات زحمه و فيجي لنا بمضاعفات اكثر بقى، وتكون الموضوع متاخر. لان دايما انا يعني عندي حتى بدي محاضره لصغار الاطباء او شباب الاطباء واحاول افهمهم ان احنا كلمه السر في هذا المرض هي الايرلي، ان احنا نروح بدري لو نعرف نبيك اب ايرلي. حضرتك قلتي عليه ده، ان هو نعرف امتى نروح، لما نلاقي لا الحاله دي تروح الحاله دي. وده بقى اهميه الدكتور اللي يروح البيت او الدكتور اللي بنتابع معاه، ان هو يعرف يسلكت بحيث ان احنا ننقذ على قد ما نقدر الموضوع ما يبقاش ليت. طبعا انا عايز انتقل مع حياتك لنقطه تانية وهي اللقاح او الفاكسين. زي ما حياتك برضو متابع، الدوله يعني شاكره موفره اللقاح لكل المواطنين ان هم يروحوا ياخدوا اللقاح بانواعه المختلفه مجانا، وبرغم من هذا الناس عندها بعض من التخوف وبعض من التساؤلات. مين اللي يروح ياخد اللقاح؟ طبعا هو مفروض كلنا نروح ناخد اللقاح، ولكن انا مثلا جالي كورونا وعدى على اصابتي بكورونا شهرين، هل قبل ما اروح اخد اللقاح مفروض ان انا اعمل تحاليل معينه عشان اعرف هل لسه عندي اجسام مضاده، ولا اروح واخده كده ولا كده؟ برضو اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده برضو ما زال تحت قيد الدراسه. ما فيش كات اوف اقول لك لا 3 شهور ياخد، بعد 3 شهور ما ياخدش، بعد 6 شهور ياخد، بعد هو الكلام الجنرال برضو سبيكينج من 3 ل 6 شهور بعد العدوى المفروض ان انا ما اخدش اللقاح. من 3 ل 6 شهور. 3 ل 6 شهور بس كتير جدا، وفي زمايلي لان احنا في وسط المرض كتير من زمايلي الاطباء والهيئه التمريض وبيجي لهم وبنعمل لهم بعد شهر وشهرين ونلاقي ما عندوش اجسام مضاده، فنقول له روح خد الفاكسين. اوكي. وبعدين الكيتس او اللي هو موضوع ان انا اشوف في اجسام مضاده ولا لا، ده مش يعني ما هوش حاجه سهله برضو قوي لاي حد ان هو يعملها طول الوقت، ان الموضوع برضو يعني مش متوفر جدا. تمام. فبالتالي يعني انا لو اجابتي على الناس عشان يعني تكون اجابه برضو شويه ريزونبل يعني ان لا ناخد الفاكسين لو عدى 6 اسابيع بعد، لان ده سؤال المشهور جدا اللي بيسالوه معظم الناس. يا دكتور احنا دلوقتي والدي او والدتي عنده 65، عنده 70، عنده 75 وجاله كورونا وعدى عليها شهرين، اديله فاكسين ولا او ما جالوش اديله ولا ما ادالوش؟ طب نخاف؟ طب ايه الإجابة الواضحة شديدة؟ إن هو ليس هناك حل بشري آخر لهذا المرض إلا بالفاكسين. تمام. في الوقت الحالي. تمام. يعني إحنا وإلا ننتظر حل السماء. فأكتشولي واللي حصل في الموجة الثانية والثالثة وما يحدث هذه الأيام في العالم كله مش عندنا هنا يوحي إن إحنا في مضاعفات وفي شراسة وفي وانتشار شديد، فإحنا لا لما يجي لي فاكسين انا بيسالني على اديله فاكسين. طب انا عايز احيتك سؤال تاني. زي ما حضرتك عارف برضو ان في بعض من الحالات بتكون حامله للفيروس ومش عليها اي اعراض، يعني ولا حراره ولا كحه ولا رشح ولا اي حاجه، راح اخذ الفاكسين بيحصل ايه؟ هو ما يعرفش ان هو بوزيتيف وخد الفاكسين. يعني مش هيحصل بلوى، يعني الناس بتخاف يقول لك طب انا قبل ما اروح اعرف ان انا ما عنديش كورونا. لا هو ده هيعتبر الجسم زي ما بيهاجم هنا هيهاجم هنا. يعني مش هيحصل له، لان الناس متخيله السؤال المشهور جدا هو الفاكسين ده ممكن يعمل لي جلطات، والفاكسين ده ممكن يتعبني، هو ممكن يتعب والدي، هو ممكن يضيعني. لا يا فندم، المرض نسبه الجلطات ونسبه الفشل الكلوي ونسبه المضاعفات انا مش عايز اذكرها كتير عشان ممكن الناس تتضايق، اكتر بكتير قوي من الفاكسين. يعني هو ما فيش كل حاجه ليها كوست بنفيت، كل حاجه ليها برونز اند كونز، كل حاجه ليها فوائد وعيوب. تمام. يعني انا لو عديت الشارع عدد معين من المرات 10,000 مره مكتوب في الكتاب ان انا غالبا هتخبط مره فيه. فلو خدت الفاكسين مثلا مليون بني ادم خد الفاكسين في 10 يحصل لهم مضاعفات، انما لو مليون واحد جالهم كورونا اكتر من الرقم ده بيبقى اضعاف هيجي لهم جلطات. بمعنى ان الفاكسين امن بكتير من الـ 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 المرض نفسه. هو الناس بتتخوف، وفي اطباء على فكره بيتخوفوا كتير ان الفاكسين ده قال لك لا ما عداش بالمراحل كلها
وان الفاكسين ده فيه منه تخوفات واحنا كان المفروض يظهر كمان سنه سنتين ودي حقيقه يعني. لا بس هو الدكتور عوض تاج الدين يعني طلع النهارده واكد مستشار رئيس الجمهوريه للصحه ان ما في الدوله مش ممكن ابدا كانت تجيز اي نوع من انواع الفاكسينات غير لو كانت هي متاكده من هو من امنه وسلامته. طبعا استاذنا الدكتور محمد كلامه مظبوط تماما ان بقول لحضرتك هم الناس حتى الاطباء بيقول لك لا ده هو من الاخر اتعمل بسرعه. لا يا فندم هو اتعمل وفي بس هو اكيد مهما كان قصاد المرض هو أأمن بكتير بالتأكيد. وهو أحسن وهو بننصح بيه لأن ليس هناك حل بشري آخر. أنا عن نفسي خدته وبديه لعيلتي وبديه لزمايلي وبديه للأطباء عندي في المستشفى لأن وبنصحهم لما بيسألوني وبقول لهم لا لأن ده يعني ده الحل الوحيد بالتأكيد. في الوقت الحالي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن ثروت أستاذ مساعد مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس العزل في العبور على وجود حضرتك معانا النهاردة على كل هذه المعلومات المفيدة. وبرضو أنا بضم صوتي بالتأكيد لصوت الدكتور أيمن أي حد بيبقى عنده الفرصة أن هو يروح وياخد الفاكسين يروح ما يخافش وآمن ويعني ما فيهوش ربنا يقيكم من أي مضاعفات حتى لو كان في مضاعفات بتكون بسيطة جدا 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 زي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة تكسير بسيط في الجسم ممكن يكون فيه صداع. وبعض من الناس زي مثلا أنا ما جاليش أي نوع من أنواع المضاعفات الحمد لله لما أخذت الجرعة الأولى. فمنشجع حضراتكم اذهبوا وخدوا الفاكسين التطعيم هيحميكم هيقلل يعني حتى لو الواحد تعرض زي ما الدكتور قال تعرض للفيروس بيقلل من شدة وشراسة الفيروس خاصة في هذه الموجة الثالثة اللي كلنا دلوقتي سامعين عن مضاعفاتها. ربنا يشفي كل مريض وربنا يحميكم جميعا. بشكر حضراتكم على النهارده وان شاء الله باذن الله اراكم في الاسبوع المقبل.